البحر مليان بالأسرار، صاحبي اللي مقاسمني فهم، بربون دنيس وقاروس وقار، ارمي الشبك بس وسمي. يا أرزقية في بحر الخير، قصدين كريم قول وعيد، اللي رزق في سماه الطير الرزق في البحر بإيده. ارمي توكالك على الرزاق، عمر الشبك ما يعود فاضي، واللي ما جاش آخر مرة هيجي كله المرة دي. صباح الفل. صباح الخير. صباح. انا جيت لكم بالليل في الميعاد. أيوة عشان أيوة. الحق الحلقه كان من الزحمه موجوده، ما عرفتش اخطي برجلي اصلا. شفت حضرتك. ايوه فعلا. صورنا من جوه لكن انا ما عرفتش اخطي الا من ساعه كده مثلا. ايوه بس ما شاء الله. الله اكبر. احنا تقريبا يعتبر شطبنا خلصنا يعني. ما انتوا شطبتوا تقريبا. بس جوه الحلقه المزاد كان شغال. نفس التوقيت. مين اللي بيبقى جوه يا عم عصام ومين التجار اللي مستنيننا بره دول؟ لا اللي بره دول حضرتك مش تجار، دول بياعين تجزئه. بياعين تجزئه. وجوه التجار زينا كده، تجار زيك انت وزي استاذ اسلام. من الحلقه جوه. جوه كل واحد ليه مكانه. لكن حضرتك هنا طول عمرك. الحمد لله. ابان عن جد. واسلام ابان عن جد طبعا. اسلام انت والدك كان هنا هو في الحلقه. انا والدي كان تاجر. والدي كان تاجر هنا. وبعد وفاة والدي اللي وقف جنبي بصراحة يعني انا كده كل احترام وتقدير الحاج عصام، يعني اعتبرني ابنه ووقف جنبي وساعدني لغاية ما وقفت على رجلي تاني وعملت اسم والدي من جديد الحمد لله. انت كنت في كلية الحقوق وكنت مالكش دعوة بالموضوع السمك؟ انا بحب شغلتي من وانا صغير بحبها، وكان بس كان والدي مش عايزني انزل واحتك بالشغل عشان اخلص دراستي. كان دايما عندنا ما ينفعش الدراسة مع العمل. غريبه قوي مع ان الناس بتتدرب من وهي صغيره، بس الشغله بتاعتنا يعني قاسيه. يعني انا بحبها. وبعدين حضرتك زي ما شفتي احنا شغلنا الصبح فاكيد بتتعارض مع ميعاد دراسه، فالحمد لله يعني الحمد لله كل شيء نصيب. والحاجة كان ليه فضل طبعا في لا فضل لله. استنى دلوقتي بقى متمكن الحمد لله. اسلام بقى متمكن. بسم الله ما شاء الله بقى احسن مني كمان في الحاجة. انت ولادك بيشتغلوا نفس الحاجه؟ ابني برده مخلص كليه ومعايا بلال وياسمين بس. لكن يومكم يبتدي هنا الساعة كام مثلا؟ اليوم التجهيز بتاع الشغل قبل ما احنا نيجي انا واسلام الساعة 2 بالليل. احنا بنيجي على صلاة الفجر. بنبدأ نبيع على صلاة بعد صلاة الفجر. يكونوا بقى السمك ده جاي منين؟ بيجي من ميناء هنا. من الصيادين؟ هنا في من ميناء وبيجي من رشيد، بيجي من المعدية، بيجي من الإسماعيلية، بيجي من اسكندرية عموما. يعني المزادات دي ممكن يجي فيها سمك جاي من رشيد او جاي من دمياط. كل المحافظات اللي هي الساحليه بتصب هنا فعلا. دي الحلقه العموميه للجمهوريه بالنسبه للاسكندريه. زي سوق العبور كده. حلقه سمك اسكندريه. حلقه سمك اسكندريه تعتبر اقدم حلقه سمك طبعًا على مستوى جمهوريه مصر العربيه. صحيح. الحلقه دي متاسسه سنه 1843 فهي رقم واحد. يعني احنا مسمينها هنا دي البورصه بتاعت السمك. هي بورصه سمك فعلا. أيوه أيوه أيوه. فعلا. طب اسلام السمك يجيبوا صيادين، انتوا بتشتروه منهم ولا بتبيعوا مثلا امانه بعموله ولا ايه النظام؟ لا احنا بنبيع للصيادين عن طريق العموله. احنا بنبيع بالعموله. الصياد هنا في الحلقه مبنيه على اعراف. في لنا عرف مع صياد ولنا عرف مع تاجر تجزئه. العرف مع الصياد ليه معلم واحد. يعني كل صياد واحد. يعني مثلا في صياد مثلا عم ابراهيم ما بيبيعش الا الحاج عصام. بالظبط كده. واخد مني بازار فلوس ارضيه. انت متفق معاه اتفاق مسبق ان اللي يجيبه. طب افرض ما جابش. ما ينفعش. خلاص رزقه. لا ما جابش ود بره يعني. لا رزقه. لا حته الرزق دي انا ما اتكلمش فيها. بص حضرتك الصياد بياخد معاه تموين اللي هو الجاز، التلج، الطعم. كل ده انا بوفره له. انت بتديله بنصرف. ايوه الياته انا بوفرها له. وبعدين يبتدي بقى البورصه. الساعه كام تبتدي؟ من 3 الفجر كده. من 3 الفجر المفروض دلوقتي الساعه 7 الوقت نكون خلصنا من الساعه 6 7 ونص بالكتير بشطب. 7 ونص بتشطب. طب نتكلم على السمك عشان ما نعطلش الناس دي. ما شاء الله الله اكبر. دي اكبر وقاره قاعده. دي سمكه وقاره. دي وقاره اللي هي 111. نعرف منين انها 111؟ بس حضرتك هي اتسمت 111 عشان واحد اتنين تلاته فيها في وشها فيها ال 111 واحد اتنين تلاته عشان كده سموها 111. واللي هو اللي كانوا بيقولوا لنا نعرف ان السمكه طازه ان هي بقى حمراء من جوه. ده الخياشيم بتاعتها بتبقى حمراء كده. دي الجوده. وجسمها بيبقى سليم والعينين طبعا.
وعينيها محترمه كده فريش. والسمك الصغير ده انا ما اعرفوش ده ايه؟ ده سمك شراغيش. شراغيش وهو عامل كده عشان ده زي ما لما طلع من الشبكه كان ايوه بالظبط بالظبط مات على الوضع ده كده. وده بربوني. ده بربوني صح؟ ايوه. ده بكام الكيلو مثلا في الحلقه؟ ده الكيلو بتاعه تجاري بيعمل حوالي 100 جنيه. ده بيتعمل مقلي. في اصناف ايه تاني ممكن اكون ما اعرفهاش؟ يعني مثلا اللي هناك ده انا عمري ما شفته في حياتي اللي هو الفضي المسحوب ده. دي سمكه اسمها كبريت. وكبريت وبلاميطه. بلاميطه؟ لكن وفي كان في قاروص الصبح. قاروص اهو حضرتك. قاروص اهو. دي قاروصه. ده قاروص عادي محترم. ده قاروص اصلي يعني؟ قاروص مزارع. مزارع. طب بيجي يعمل ايه هنا بدل مزارع؟ بيجي لنا من المزارع نبيعوه. تجار. يعني حتى لو هو مش مصطاد من البحر هنا لازم ينزل البورصه. لازم ينزل البورصه. يعني الكابوريا دي مثلا مصطادينها منين؟ الكابوريا دي من البحر ده؟ من هنا. ايوه. طيب شفت مانتا؟ مانتا. معرفش اسمه ايه بقى هنا؟ منديل. اللي هو اللي بيعمل كده ده. محرات. محرات اسمه محرات؟ ده بيتاكل ده؟ طبعا. بيتعمل ايه؟ وحضرتك هو كذا فصيله. بيتعمل بيتقطع بيتعمل مقلي. مقلي. او طاجين. او طواجن. بص حضرتك اقول لك على حاجه يمكن احنا بس يعني اللي عارفينها اللي هو تجار سمك وسبحان الله ربنا دايما حاطط يعني طعم سمكه واحده مثلا زي البربون في سمكتين عشان دي لو غلت على حد الثانيه تبقى موجوده للطبع ده العادي. اللي شبهها ايه بقى؟ دي اللي زي طعم البربون. في سمكه اسمها فراخ. فراخ. نفس طعم سمكه البربون. دي زي طعم الدينيس. دي شبه الدينيس. هي شبهه بس صغيره شويه. بديل الدينيس واقل بالسعر. الكومباتبل بتاعها. ده الكومباتبل بتاع الدينيس. بس الدينيس حلو كده. بس دي كاتيجري ودي كاتيجري تاني. دي على قد الايد زي ما بيقولوا تمام. الفقير ياكل برضه بنفس الطعم طبعا بس هو ربنا سبحانه وتعالى يعني قسم الموضوع كده. طب حاج عصام انت قلت لي ان انت في الشعبه بتاعت تجار الاسماك. انت نائب رئيس الشعبه. نائب رئيس الشعبه. أيوه. طب احنا المصاروه بنقول ان دايما السمك مش كويس في الاشهر اللي فيه ريه اللي ما فيهوش ريه يعني يونيو او يوليو او اغسطس السمك مش حلو. مارس ابريل سبتمبر اي شهر فيه ريه سمكه كويس. هل ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ هي سمكه الساقعه احسن من سمكه الحر. ده سمك حقيقي. سمكه الساقعه. سمكه الشتاء عامه. الانسان في الساقعه احسن من الانسان في الحر. ليه؟ في الساقعه يعني اي بني ادم بيبقى قاعد بياكل ويشرب وهو قاعد ما بيحبش يتحرك كتير بيبقى ساقعين فبيزيد. ايوه. في الحر هو حران بيجري كتير فبيهزم. طب في حاجه اسمها سمكه صايمه وسمكه راعيه؟ ايوه. ايه الفرق؟ سمكه واكله ومش واكله. لا انا فاهمه راعي يعني واكله وصايمه. ايه الافضل لينا كزبون؟ صايمه. صايمه طبعا. صايمه احسن من اللي تبقى واكله. تبقى بطنها مليانه اكل كده مش حلوه يعني. تبقى مش حلوه. طبعا. طيب دلوقتي انت قلت لي ان الصياد ممكن تبقى انت متفق معاه ومقاوله وكل حاجه وقلت لي كلمه كده ان ممكن ما يجيلوش يحصل له دروب. ايوه ايه دي عوارض ممكن تحصل معاه في البحر. لا قدر الله حصل عطل في المكنه لازم يرجع. هو لازم يرجع طبعا. التلج هيسيح الطعم هيفسد تمام. فهو بيخسر من الياته بيخسر من والمركب عطلان والبحريه قاعدين فيه بياكلوا ويشربوا الاكل اللي معاهم. ما انا اعطي له تموين. طب ايه يجرى لو حط السمك ده في الثلاجات؟ يتجمد؟ ما ينفعش طبعا. ما ينفعش. ليه بقى ما ينفعش؟ ده ما يتاكلش غير طازه. سعره ينزل. وسعره ينزل طبعا. وما يعتبرش نفس السمك اللي احنا بنبيعها. ما ينفعش فريش. هيتباع زي الموسى دي كده مستورده ومجمده. دي سمكه مستورده. ده موسى؟ دي موسى. احنا ما بنصطادش موسى من البحر هنا. لا عندنا موسى بس في اولها في الشتاء زي ما استنى الموسم بتاعها خلاص وارفع بتاعنا متهيألي مش كده. صح. مش كده؟ ايوه